ميس اموريس ميس ديانيس، المهم سقط الخبر ديال القضية ديال الزلزال في كازابلانكا، ان شاء الله ما يكون عندكم باس. واي واحد في الغربة وعائلته في المغرب سيرتو في كازا، ان شاء الله ما يكون عندهم باس. يا ربي يا ربي، والله يا ربي تسترنا وتحفظ. صباح الخير البنات، صباح النور. نتمنى صباحكم يكون زوين، مليء بالحب، مليء بالحيوية، مليء بأي حاجة سعيدة في الحياة. نستعدوا لنهار جديد ما عرفناش انه مخبي لنا فيه القدر. البارح ما بغيش نهضر على البارح، ولكن البارح كان واحد النهار اللي كان الله سبحانه وتعالى مخبي لنا فيه انه غادي يضرب الزلزال في كازابلانكا. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، والديكم عائلتكم اقرب الناس اليكم ان شاء الله يكونوا في احسن الاحوال. ودابا البنات تكون سونطراو ليا سيغتو البنات ديال الجروب، فهادشي اللي غادي نقولوا اليوم ان شاء لا حول ولا قوه الا بالله. دابا حتى الزنزال ولا بنادم باغي يدير به البوز، حتى الزنزال البارح ضرب الزنزال في المغرب، كلشي داير اللايفات دوك لي زانفلونسر الحاسقين وتيبكيو وغادي نموتوا حبيبتي حبيبي الا كنتي مسلم وكتفرج فيا، الموت علينا حق، سواء متنا بالزنزال، سواء متنا بعاصفه، سواء متنا ما عرفت بالعماره طاحت، الموت علينا حق. والزلزال هي كارثة طبيعية من كوارث الله سبحانه وتعالى، الزلزال، التسونامي، العاصفة القوية، البحر الهائج، هادشي كله أخوتي المسلمين من 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 الكوارث الطبيعية الإلهية سبحانه وتعالى. أخوتي الله يهدينا، الله يهدينا أجمعين، الله يهدينا، والله الله يهدينا والله يرد بينا لطريق الخير. ولكن باش الزلزال تضرب من اول الزمان ملي تزادينا وحنا كنسمعوا، انا فاش كنت في المغرب شحال مره ضربت في الحسيمه، غير انا فاش كنت عايشه مع عائلتي في الحسيمه كان كيضرب الزلزال كل سيمانه، تضرب الزلزال شحال مره دار مشات وجات بينا. خوتي هادشي راه من كوارث الله الطبيعيه، الله يحفظكم ويحفظ لكم عائلاتكم ويحفظ لكم وليداتكم. ولكن تبقى في الحال فاش كنشوف بنادم ولا كيستغل اي حاجه صغيره، اي حاجه صغيره ضرب الزلزال ينوضوا يديروا عليه البوز، فهاد الفيضان ينوضوا يديروا عليه البوز. خوتي واش في خبركم العام اللي فات جات تفرقع بركان في جزر الكناري، تفرقع بركان اللي مشاو فيه خوتنا المغاربه الله يرحمهم، مشاو فيه الكور مشى. خوتي هادشي من كوارث الطبيعيه الالهيه، يعني بلا ارجوكم الانسان يشوف ويقول يا ربي تسترنا يا ربي تحن علينا، ماشي يبقى يدير البوز وينوض يبكي زعما. حنا عارفينكم عارفينكم قلبكم ما فيهش الرحمه، على الاقل هذوك الناس مساكن اللي بعد على عائلاتهم اللي وقع فيهم هادشي خليوهم ترونكي. عرفتوا ما كاينش اللي عجبني وضحكني قد هذا التعليق ديال هاد البنت، والله لا عندها الحق اخوتي. شتي هاد القوم اللي حنا عايشين مع دابا، نهار اللي يخرج المسيح الدجال غيديروا معاه لايف، يديروا معاه لايف، يتصوروا معاه، يحطوا معاه نيو بوست لا اله الا الله وصافي. والله زعما اي حاجه كارثه طبيعيه من عند الله تتستغلوا فيها الفرصه. واش غنقول لكم ذنوبكم على رقوبكم، ايوا اختي ربي فوق منكم. خوتي ما تدخلوش ليا في ديبريسيون، ما تدخلوش ليا في اكتئاب، هذه كارثه طبيعيه من عند مولانا، حمدنا الله وشكرناه، الله يدينا ويجيبنا في الخير. هذا ما كان قبل ما نبدا شغلاتي، سبحان الله العلي العظيم، العام اللي فات مش العام اللي فات غير في وي هاد العام، هاد العام قبل رمضان كنت طالعه في لايف مع خطيبي. المهم هو دابا حاليا ماشي خطيبي، باقي ما تخطبناش، غير كنتعرفوا انا وصاحبي بالعربية. كنا طالعين في اللايف انا وصاحبي، وقلت ليه الساعه قربات وقت راه بان لي الناس موعدهم وهو في غفله. قال لي سيري كتبقاي تدخلي الخوف للناس، سبحان الله باقي ما دارش العام هذيك الهضره. وهو كنتفاجئوا بالزلزال في تركيا، الزلزال في جميع البلايص سبحان الله وتعالى. الحمد لله الحمد لله، الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويحفظ لكم والديكم. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم هو ما تاخذوش الكوارث الطبيعيه الالهيه سبحانه وتعالى كبحال علاش وقعت. خوتي اللي وقع وقع، داكشي راه رباني، ما عندنا ما نديرو، اللهم بزاف الناس كيكتبوا ليا تيقولوا ليا دابا تجينا وبتك دابا تموتي. انا ما كنخافش من الموت، انا ما كنخافش من الموت. الحاجه الوحيده اللي كنخاف منها هي نموت وانا ما دايراش علاش نولي،
اما الموت ما كنخافش من حيت عارفه راسي غنموت. انا خلقت كي اعيش وكي اموت. هذه دار ليست دار الدوام، الدار الدائمه هي اللي هي. انا عارفه راسي انا عايشه بواحد الحياه اللي هي ماشي حياتي، يعني غير عايشه فيها، كندوز واحد الامتحان على ما نمشي ان شاء الله لدار الخلود. فبغيت نقول لكم اللي كتكتبوا لي ان شاء الله انت واش ما كتخافيش من الموت طاطاطا، ما كنخافش منها عمري، ما كنخافش من الموت، حيت الموت واحد الحاجه اللي الهيه، ماشي واحد الحاجه اللي اخترعها الانسان. نقدر نقول لك كنخاف من هادشي اللي اخترقوه، اللي اخترعوه الناس، اللي اخترعوه البشر، كنخاف منه. اما باش نخاف من واحد الحاجه الهيه، هذاك مكتوب، مكتوب عليا 100%. شئت او كرهت الموت لا مفر منها، وانا ماشي جاهله باش نقول لا ما خصنيش نموت، نو نهار اللي غتجي وخصي ان لله وان اليه راجعون. نتمنى تدعوا معايا بالرحمه، والله يحفظنا ويحفظ وليداتنا. هذا ما كان نمشي نقضي شغلتي ومن بعد نرجع لكم. سبحان الله العلي العظيم، شوفوا لي هاد النيف تاع الثعلب مثلا. دابا حنا نعطيوكم غير مثال باش كتشوفوا القوم المنافق، الناس المنافقه هما هادو. نهار اللي كانت كتنصب على المغاربه بالبرودوي ديال الضعافه وهي دايره التكميم وكتحلف وكتقول اقسم بالله هذا البرودوي كيضعف قسما بالله، وهي دايره التكميم، نصبتي على النص في المغاربه باش يشري باش يضعفوا مساكن، وتقاتلوا جابوا دوك الفلوس باش انت درتي بهم بزاف الحوايج، بقيتي كتباني عليهم في الاخر بالصيكان والسبرنيلات ديال الديور كله من ظهر المغاربه، ودابا كتعرفي مولاك. الله يعطينا وجهك دابا، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خوتي الزنزان، لا اله. انت كتامني بالله، ملي كتامني بالله علاش كنتي كتقسمي وتحلفي على البخودوي وانت دايره التكميم من معدتك؟ يا الله يعطينا وجهك، اني في التعلم. سبحان الله، النهار اللي هدرت سمعوني حمق، النهار اللي هدرت قلت لهم ميس اموريس راه الارض ها شنو وقع فيها، والارض راه دابا وقفات، الارض كانت كدور دابا وقفت، دابا شنو غيوقع؟ غتجي واحد الفتره ما عرفناش هذا الوقت فوقاش، الى الارض دارت عكسيا غتشرق الشمس من مغربها، الناس كلشي ربني حمقه. قال لي سيري سيري غير كتهضري، سيرتو صحابي، هادو صحابي 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 عيطوا لي في التليفون قالوا لي اش هاد الهضره، واش حنا باقي مازال خصنا نخدموا، نعيطوا لك تخدمي حفلات وانت كتقولي هاد الهضره، هاد الهضره خاويه ما كايناش. وسبحان الله شوفوا شوفوا سبحان الله العلي العظيم، فيقوا يا امة سيدنا محمد، فيقوا فيقوا. انا عارفه دابا هاد الفجعه ديال الزنزل غدوز وغتنساوها وكل واحد غيرجع يدير حياته كالبدايه، ولكن حاولوا ما تنساوش، انا ما كنساش الحاجه تنساو. وما بغيتش زعما ما بغيتش نقصد ان الزنزال جا يعني حيت الارض، نو نو نو، غير كنقول لكم زعما غير هما نويطات، يعني نويطات اللي الانسان تيبقى عاقل عليهم، يعني داكشي كيوقع ما بين عينينا سبحان الله، وبنادم غافل ومن بعد صافي كيفوت داكشي كيدوز وبنادم صافي كينسى سبحان الله. والله باقا كنقول لكم الله معنا خوتي، الله معنا، تقواو. دابا حنا محتاجين كلام زوين اللي قوينا، اوكي تقواو، راه هادشي كلشي علينا حق، وهادشي كله كان مكتاب اخوتي، كان مكتاب، هادشي كان مكتاب، يعني لا هروب من المكتوب، المكتوب ما كاينش هروب منه. اللي كيامنوا بالله راه عارفين باللي الحاجه المكتبه ما لا مفر منها. كان مكتاب نهار شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 9، كان مكتاب نهار 8 في الشهر 9 في 2023 غادي يضرب هذا الزنزال في البلاصه فلان فلانيه. الحمد لله على خوتي، غندير واحد اللايف ان شاء الله في التيك توك، بغيت نقرا شويه القران على هذوك الناس مساكن اللي ماتوا في هذه الفاجعه، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه. ماشي دابا، دابا بغيت نرتاح شويه صراحه. شوفوا سبحان الله، واخا هكاك كتالمي شويه، تنحس بالالم، بصي تنحس بالالم واخا هكاك، يعني سبحان الله ما عايشاش في المغرب، ما الله يحسن العون، ما تخلعتش كيف ما تخلعوا الناس اللي عايشين في وسط المغرب، يعني اللي وقع ليهم داكشي وجابوا بعينيهم، ما يعني ما شفتش هادشي والقلب ديالي بقى فيا الحال، ولكن الحمد لله كلشي نسوا اي حاجه نقول الحمد لله. فاش نبغي ندير لايف انا غنعلمكم، كنبغيكم بزاف وما ديروش في بالكم.